المستشفى هيكون تخصصها الأساسي جراحة القلب، وهنعملها هنا في التجمع الخامس عشان الطريق الدائري اللي بيبقى قصاد العاصمة الإدارية. ده هيسهل للمرضى اللي جايين للمستشفى، وهناك كمان المكان بعيد عن التلوث. وشايفة المكان واسع ازاي؟ اه طبعا، حلو جدا ما شاء الله. ها ايه رأيك؟ رأيي انا في ايه بالظبط؟ في المستشفى. بصي بقى يا ستي، احنا عاوزينك تبقي انت الاسم اللي المشروع كله ماشي وراه. انا ازاي؟ انا اصغر من ان اشيل مسؤوليه كبيره زي دي. ليه بتقولي كده؟ انت ما شاء الله رغم انك صغيره لكن ناجحه، وبقيتي دلوقتي من اكبر دكاتره القلب. عايزه ايه تاني؟ ايه المانع انك تعملي كده؟ وحضرتك كمان، انا مبسوطه قوي في المستشفى اللي انا بشتغل فيها دلوقتي، وعندي تحت ايدي اكبر تيم في مصر. التيم بتاعي كله انا تحت امره. شوفي الناس اللي انت عاوزاها، واي مصاريف تحتاجيها انا مش هختلف معاكي. هو حضرتك الموضوع بالنسبه لي مش موضوع فلوس بس، ولا موضوع امكانيات. الموضوع ان المستشفى عندي بتسمح لي بحاجات ما اظنش ان في مكان ممكن يسمح بيها، زي مثلا ان انا بعمل عمليات كتير قوي للناس غلابه من غير ولا مليم، وده ما اظنش ان هو ممكن يتحقق في اي مستشفى تانية. عارفة يا مريم، صلاح جوزي الله يرحمه كان بيتكلم زي كده، كان بيقول لي يوم ما حبني مستشفى زي دي هيقولوا جاي يستفيد من عيا الناس. انا مش سفاحة يا مريم، ومش ممكن افكر في اللي انت بتفكري فيه ده. انا عايزاكي تساعديني وتقفي جنبي عشان انا وانت نساعد الناس الغلابة دول زي ما كان صلاح عاوز. انا مش فاهم انت على اي اساس تقولي لها لا. طبعا اقول لها لا، دي عايزه تعمل مشروع استثماري مش مستشفى تعالج الغلابه. انت بتهزر، سوبر ماركت يعني؟ ما قالت لك هتفتح قسم الغلابه مجانا. شلها غلابه، كم حد قبل كده قال لنا ان هو عايز يفتح قسم الغلابه وضحك علينا؟ انا ما بصدقش الكلام ده خالص. بقول لك ايه، سلمى اخبارها ايه؟ طمني. لا عادي يعني، خناقات زي كل مره عادي. المشكله الجديد يعني ما تعملها ليه؟ عايزاها سامح وتخلص يعني. اجيب لها فيلا في التجمع، وفيلا في اكتوبر، وفيلا في الساحل. هتقعد فيهم امتى كل دول؟ لا دي عايزه تروح ميلانو عشان خاطر تاكل ايس كريم. لا 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 لا، الايس كريم في ميلانو بصراحه يستحق انها تروح له. لا انتوا مجانين اصلا والله العظيم. احنا اللي مجانين؟ انت مش بتاع عيش يا سامح، انت ولد فقري. خليها تروح دبي. الست تعبت وابنها عايز ياخدها جنبيه في الشيخ زايد، وبان عليهم كده عايزين يبيعوا الفيلا، والفيلا محتاجه وشين لزوم البيع. وبسم الله ما شاء الله، الفيلا دي خير ربنا فيها كتير قوي، وطالعه زي دي تكفينا نكن شويه ونولد البت كوثر عم. اه ونجوزك انت والبت الساميه، ونبقى خلصنا منك انت وهي. حلقات جديدة يوميا على فيو بتوقيتك.